مساء الخير، مساء السعادة، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اكتشاف. الأول كده في أول البرنامج نحب ناخد دقيقة حداد على روح المرحوم الشهيد محمد صلاح. طبعا شهداء الوطن دول ملايكة راحوا لربنا وأدوا رسالتهم في الوطن، وربنا يرحم كل شهيد وكل من دافع عن الوطن بروح حماسية، وربنا يرحمك يا محمد انت واللي زيك، ويصبر اهلك ويصبر اهل جينا على وفاتك. عامة احنا هنبتدي النهاردة حلقتنا الفقرة ديت عن حكاية يعيش عمرها لمئة سنة فاتوا. هي حكاية تاريخية يذكرها التاريخ ولعمرها 100 سنة تقريبا أو أكتر. فنشوف الفيديو ونرجع مرة تانية. حتى ما تجهز. طب حكاية النهاردة عن عائلة أبو عميرة، اسما له تاريخ، عائلة أبو عميرة. إحنا أجدادنا طبعا، فإحنا نسمع زمان إن عائلة أبو عميرة من أجدادنا وأجداد أجدادنا، نسمع الحكايات دي، نسمع منهم العرب ومنهم الصعايدة. طب هم المفروض أي عيلة يا تبقى عرب يا تبقى صعايدة، فالحكاية لها أسس وجذور، اللي هي إن مثلا أنا جدي محمد عميرة، جدي اللي هو الكبير محمد عميرة، جدي عميرة ده يعني مثلا خلف 7 ولاد 7 ربوع، في كل ربع عيلة كذا وكذا وكذا. طب جدي ده كان ليه إخوات، إخوات جدي دول تقسموا لكذا قسم في الأقسام دي، فمنهم اللي راح العرب ومنهم اللي سافر ومنهم اللي قعد ومنهم اللي في هنا في الصعيد، فتصنفوا بعد كده لأصناف بناء عليه. هتلاقوا عميرة صعيدي وعماير عرب وعمار صعيدي والعمايرة، يعني هتلاقي كذا اسم مصنف. المهم في الأول والآخر إنه هو يروح لعميرة. الفيديو اللي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي ده بيتكلم عن قبائل عائلات عميرة في العرب مش في الصعيد. ينتمي تاريخه، تاريخ الفيديو من أيام سعد زغلول، يعني تقريبا ما يناهز 100 سنة. من هم عائلة عميرة؟ من القبائل الكبيرة الموجودة في مطروح، وكان ليهم دور كبير في مواجهة الاحتلال الإنجليزي في معركة وادي ماجد 1915. طبعا قبيلة عميرة تعود مع القبائل بتاعت بني سليم في الهجرة العرب من الجزيرة العربية، بني سليم يعني قبيلة عريقة ولها تاريخ ولها خاتمة. ولكن نيجي في 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 الجهاد وفي الغزوات وفي الخاتمة، قبيلة عميرة اشتركت منها شهداء في معركة وادي ماجد، لعبد العزيز طيب ومش شهيد هو دي ماجد. أقول لك على معلومة وللتاريخ، أول قرية يعني في الحرب في الجهة موقعة وادي ماجد، أول قرية تنضرب من الاحتلال الإنجليزي قرية أم راقد بثلاث قنابل، خدت بالك، من طائرة من البحر، اثنين اتفجروا وواحدة قعدت لغاية زمن قريب ما تفكر. القرية الوحيدة قرية المراقب اللي انضربت من الطيران في معركة وادي ماجد. ليه؟ لأن الإمداد وكانت القيادة من والتعليمات كانت تطلع من قرية المراقب. حياكم الله بالخير. فيديو النهاردة مختلف عن أي فيديو عملناه. احنا في ضيافة عيت عميرة من أكبر القبائل في مطروح. يلا بينا. We'll be right back.
خليني اقول لكم ان اليوم بدا من بدري جدا، كان لازم نبقى موجودين الصبح بدري والشادر في اول يوم. الفرح النهارده كان مختلف تماما، لان الفرح كان على يومين، كان في وجبه عشاء ووجبه غدا تاني يوم مزفه. لحقنا الدبيح وكانت فرصه عظيمه جدا. طبعا ما ننساش بقى حتى كده ضرب نار عشان الفرح يكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين. مبروك لابن أخي وحفيدي محمد ناجي خليفة، ألف مبروك، ربنا سبحانه وتعالى يتمم على خير. طبعا حضراتكم شفتوا الجزء الأولاني من الفيديو ده، المقصود بدعم عائلة عميرة أو وقفة عائلة عميرة في أي احتلال أو في أي حرب هي بتطلب فيه. ومش طبعا مش هعرف أحصر عدد الشهداء في العائلة ولا هعرف أحصر عددهم دلوقتي. كان عددهم تقريبا من تقريبا 80 سنة عددهم كان مليون تقريبا. فإحنا نرجع نقول الوقفة الوطنية بالنسبة لعائلة عميرة أيام سعد زغلول كانت وقفة جامدة جدا جدا في ثورة 1995. بناء عليه الجد محمد كان يحكم تقريبا 22 بلد. جد محمد عميرة كان يحكم تقريبا 22 بلد في زمامه. فعائلة عميرة اسم له تاريخ، ولو دورنا على الوقفات بتاعتهم يعني أنا أذكر تقريبا الأستاذ نادر إن هو كان عامل العائلة بتعمل كل فترة تداخل للعائلة والتحام للعائلة، فراحوا عشان يعملوا تصريح. طبعا بيتقابلوا في قاعات أو بيتقابلوا بيعملوا مؤتمرات للعيلة، يشوفوا شؤون العيلة، مين راح، مين جه، مين كده، من ظروفه كده، يعني عادي زي بتحصل في أي بيت، بس ده يعني بيوسع نطاق شوية كعائلة من كل محافظات، يعني العائلة متفرعة لكل المحافظات. فبناء عليه آخر قرار يعني أو آخر حتة هم كانوا عايزين يجتمعوا فيها راحوا طلعوا تصريح بالاجتماع، فطبعا المديرية رفضت التصريح ده يطلع ليهم خوفا من كثرة عددهم. فقرروا بعد كده ان هم يعني يروحوا يتقابلوا في قاعات، في يعملوا مؤتمر في قاعه كده، وساعتها هي ده الكلام ده مش هيحتاج تصريح. فالعائله انا طلعت احكي عنها، هي عائلتي، فانا يعني انا مهما حكيت انا مش هعرف احكي زي الناس الكبيره ما هتحكي والناس الكبيره تتكلم. معانا الاستاذ نادر ابو عميره. الو 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 الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك يا استاذ نادر معانا. تحياتي ليك يا استاذه بشرى. هتسلم يا استاذ نادر. والكلام اللي انت بتقوليه كلام مظبوط وصح الصح. تمام. طب ممكن تحكي لنا نبذه كده، بما ان انت المسؤول على الاجتماعات بتاعه العيله دي وجروبات العائله ايضا يا استاذه بشرى. تمام يا استاذ نادر. اسم عميرة أساسا جاي من شبه الجزيرة العربية. تمام. وجم في الفتح الإسلامي مع سيدنا عمرو بن العاص. تمام. جم حوالي 7 أخوات واتفرقوا في أرجاء الجمهورية، في منهم اللي قعد في جزيرة شندويل. تمام مع حضرتك. وانتشروا في الصعيد كله. تمام. بس احنا عرضنا فيديو دلوقتي للركن العرب منهم، احنا ما عرضناش للصعيد، احنا عرضنا للركن اللي هو العرب جماعة مطروح تقريبا. يا ماما، ولاد مطروح ولاد عمنا، لان في جزء قعد في اللي قعد في مطروح وكون عيلة، وفي اللي قعد في الدلتا وكون عيلة، وفي اللي قعد في الشرقية وكون عيلة، وفي اللي قعد في سوهاج وعملوا حاجة اسمها الـ7 سبوعة. أيوة سمعت عنهم. مش سمعت عنهم لأن أنا واحدة من السبعة. نعم. أيوة أنا مش سمعت عنهم، أنا عارفاهم لأن أنا واحدة من السبعة دول، أنا عيلتي واحدة من السبعة دول.
احنا نتشرف بيك يا استاذه بشرى. تسلم يا استاذ نادر. طب يا استاذ نادر، العائله دي يعني اساسها ايه؟ تنمو لايه؟ نعم، العائله دي لما جيت على مصر اساسها ايه يا استاذ نادر؟ يعني انا عايزه الجد من ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان جدهم مين؟ شجره العيله يا استاذ نادر. الجد الاساسي احنا ننتسب للشريف عميره. تمام. الشريف عميره ده اساسه شبه الجزيره العربيه. تمام. واولاده اللي هم نزلوا مصر، والنسب بتاع الشريف عميره ينتسب لسيدنا علي بن ابي طالب. تمام. والكلام ده مظبوط في دار الوثائق المصريه وفي نقابه الاشراف. يعني الكلام اللي انت بتقوله ده موثق؟ الكلام اللي انا بقوله لحضرتك موثق، وفي كتير من العيله مطلعين شهادات الاشراف وكرنيهات الاشراف. تمام يا استاذ نادر. تمام. في الصعيد وفي كفر الشيخ وفي طنطا، واذكرهم لك بالاسم يا استاذه بشرى. استاذ نادر، احنا متشكرين جدا 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 لتداخل حضرتك معانا النهارده، وطبعا نرجع ونقول عميره اسما له تاريخ. من فعلا عميره اسم له تاريخ يا بنتي. تمام تمام يا استاذ نادر، وبنشكرك جدا جدا على اتصالك ده بينا يا استاذ نادر، نشكرك جدا. حضرات المشاهدين، فاصل ونعود. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا موهبة جديدة بتلقي شعر وعنده موهبة التمثيل، ألا وهو الأستاذ هاني سليمان عمر. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، مرحبا حضرتك يا استاذ هاني. احنا نقوله خلينا في موهبه التمثيل الاول. تمام. حضرتك مثلت فين؟ حضرتك انا مثلت في شركه انترناشونال جروب، طلعت بدور وكيل النيابه. تمام. والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، يعني تمام الدور، تمام، وعدى بالمخرج والامور تمام الحمد لله. يعني طب الدور ده جالك ازاي؟ الدور ده لي يعني بالنسبه ان انا كنت ماشي في الشارع. تمام. حضرتك في رمسيس، وبعدين جابني المخرج ده بيقول لي انت فيك ملامح من الفنان احمد عبد العزيز. تمام. فعلا. تمام. فقال لي هو يقرب لك؟ قلت له لا والله هو يعني الشبه. فقال لي طب انا عايزك تيجي تمثل معايا دور، والامور ده كده يعني. تمام. طب انت حابب الموهبه دي؟ يعني حابب التمثيل؟ تمام. انا عندي موهبه تمثيل. جالك ادوار غير ده؟ جالي ادوار، كنت طالع على مسرحيه اسمها في الكنافه، طالع بدور كوميدي برضه. تمام. وحضرتك قلت ان في حاجه جديده اظن. في حضرتك كان عندي موهبه اللي هو بلقي الشعر والمواويل. والشعر والموال. طيب احنا نقول الشعر، الصعيد كلها مشهوره بحكايه الشعر دي. والمواويل برضه نفس النظام. تمام. طب الشعر والمواويل يعني انت بتاخد يعني بتجمعه ازاي؟ والله هو حضرتك وايه الفرق بين الشعر وبين الموال؟ تمام. هو حضرتك الشعر انا بيجيني يعني هي عباره عن بيوت بتتركب على بعضيها. تمام. فده الشعر ده هوايه بيديني انا الهادص، وبكتب يعني مع نفسي. تمام. ما بكلمش اي حد يعني، بكون الكلام على وزن بعضه. تمام بالظبط. لازم يكون الكلام له معنى ولازم يكون الكلام موزون. طيب والموال؟ وحضرتك الموال ده اللي احنا بنسميه اللي هو الشعر الغنائي. تمام. يعني انا بقول مواويل تمام يعني. يعني انا عايزه الموال بيبقى كلام ورا بعضه مش على اوزان مثلا، ولا بيبقى على اوزان برضه؟ لا، الموال بيبقى على اوزان برضه، مش على بعض يعني. طيب ممكن نسمع حاجه؟ مجهز حاجه للام؟ تمام. مجهز حاجه للام. ده انا معايا امي الله يرحمها. طيب. الله يرحمها. وعزيزه عليا يعني. الله يرحمها ويسامحها ويرحم امهاتنا يا رب وامهات المسلمين. ماشي، اتفضل. ماشي. طيب حضرتك. وحشتيني يا امي وحشتيني، انتي حبيبتي ونور عيني، بعدك يا امي ماليش احباب، كل ما بقعد في الدار انا عايش حزين ومحتار.
بعدك يا أمي مليش أحباب، كل ما بخش الدار أباعد حزين ومحتار، دموعي تنزل على خدي من بعدك يا أمي مليش قعد في الدار، أنا بحبك يا أمي وحشتيني، سبتيني ورحلتي من الدنيا وأنا من بعدك عايش عذاب في عذاب، ولا خال نافع ولا عم، من بعدك يا أمي مليش أحباب، من بعدك يا أمي مليش أحباب، وحشتيني يا أمي وحشتيني. الله يرحمه ويسلمك. الله يرحمه. ده شعر ولا موال؟ ده موال. 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 طيب. طب احنا عايزين نسمع حاجة للصعيد. ومال. شعر برضو ولا موال؟ لا موال. موال. للصعيد كله تمام. للصعيد. للصعيد كله. تمام. خلاص. أنا بقول موال على رجال معروفين في كل حتة وكل مكان، المرجلة معاهم صحباهم في كل حتة وفي كل مكان، أهلي وناسي أنا الصعيدي، جدي وأبوي علموني معنى المرجلة واللعيبة، وإحنا أهل الصعيد في كل مكان لينا هبة، ما تطلعش مننا العيبة، انتوا ليه بتقولوا علينا كلام، ده احنا كل الدنيا بتقول علينا ألحان، واحنا بلدنا مشرفانا في كل حتة وفي كل مكان، جابت عم الطهطاوي جابت عم الطهطاوي ليه تاريخ في كل مكان وفي كل حتة، احنا الصعيدة معروفين بالعادات والتقاليد والأصول، ودايما احنا بالكرم موصول. اكيد اكيد. مش نشكرك استاذ هاني على الشعر الجميل ده. تمام. طيب استاذ هاني طب نرجع نطلع فاصل طب ونرجع تاني معلش. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ هاني مره تانيه. واستاذ هاني قلت لي ان حضرتك منين؟ انا اساسا من سوهاج مركز طهطه قريه الشيخ رحومه. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ هاني بالنسبه نرجع للتمثيل مره تانيه. بالنسبه للتمثيل وحضرتك التمثيل اظن انت واخده هوايه. هوايه. حلمك ايه؟ حلمي ان انا يعني اطلع اقدم حاجه للجمهور تكون حاجه مفيده يعني. مفيده للشباب. تمام. وحاجه مفيده يعني. ما حاولتش تتواصل مع المخرجين والمنتجين والكلام ده؟ انا والله يعني حاولت اتواصل كتير لكن للاسف الشغل يعني ايه الواحد ربطه شويه يعني. تمام. يعني انت تقريبا ما مثلتش غير المقطع اللي احنا المفروض هنعرضه كمان شويه. المقطع حضرتك اللي احنا هنعرضه ومقطع تاني برضو. وحضرتك داخل في مسرحيه مع الاستاذ خالد الحسيني. تمام. طيب بالنسبه للشعر بقى عايزين نسمع حاجه كده. حاضر. طب ماشي سمعنا. طب مالك يا عم، مالك يا عمي زعلان ليه؟ يا عمي سيبها على الله واسمع مني يا عم، انضج عليك الحال بكرة الفرد تلقاه، اصبر لحكم الزمان واللي فات انساه، وانزد عليك الأسى وانزد عليك الأسى، ارفع ايدك لله واللي توكل عليه واللي توكل عليه،
يسعد يسعد في اخرته ودنياه. طيب ممكن نسمع الفيديو للاستاذ هاني؟ تفكير سليم قمه في الذكاء. طبعا شفتوا الاستاذ هاني كان قايم بدور في المسلسل. طيب احكي لنا عن الدور ده، يعني كان احساسك ايه مثلا؟ هو الدور كان المخرج قال انا شايف ان حضرتك تمشي معايا في موضوع القضاء والنيابه، تمام؟ يعني هو الدور اللي جالك في الدور اللي جالي في القضاء والنيابه، فانا بالتالي عملت قمت بدور وكيل النيابه. طب بالنسبه لتجهيزه، يعني تجهيز يعني تقمصك للشخصيه تعبك كتير؟ لا ولا تعب ولا حاجه، لان دي موهبه عندي انا، ما فيش تعب. دي موهبه. طيب الناس اللي بتجهزك كان حضورهم ازاي معاك يعني مثلا؟ كان حضورهم والله هم كانوا مبسوطين جدا جدا من المشهد، والمخرج يعني كان مبسوط جدا جدا يعني، لان قال حاجه حلوه وحاجه تشرف. انطباع المشهد؟ انطباع يعني بعد ما خلصت المشهد بقى وخلاص بقى خلصنا، تمام. هو مشهد والصور وخلاص، تمام. الانطباع بتاع المشهد ده قعد معاك قد ايه؟ الانطباع بتاع المشهد ده قعد معايا فتره، يعني فتره وانت وكيل نيابه. هو فتره وانا وكيل النيابه، وبالفعل كان لما في اي دور تاني كان بيقول لك كان الشهره بتاعتي وكيل النيابه، داخلنا وكيل النيابه. طب استاذ هاني، احنا نقول يعني فكرت ان انت الموضوع التمثيل ده، فكرت مثلا ان انت تروح مدينه تقدم فيها حد يكتشفك كده يعني؟ والله انا بالذات الدور اللي انت قمت فيه المره اللي فاتت ما كانش دور سهل، يعني مش سهل ان الواحد يطلع في الدور زي ده. تمام، هو دور وكيل النيابه طبعا مش سهل، لازم تكون متقمص الشخصيه. طبعاً. لازم. تمام. والله انا يعني نفسي وحلمي ان انا اي حد يكتشفني يعني ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله من خلال البرنامج بتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. طيب نصيحه اخيره تقولها للناس اللي عندها موهبه في كادر الحياه اللي احنا فيها دي؟ والله انا بقول للشاب اذا كانت انت عندك موهبه كويسه، تمام، فانت ممكن تعرضها للاحسن على التلفزيون، لان كل العالم بيشوفك وكله بيكتشفك، لان انت ممكن مثلا لو رحت في اي شركه، تمام، وبيتعرض بالفعل على التلفزيون، تمام، لكن برضو مش زي حضرتك لما تكون قناه برضو مع حضرتك، برضو بيكون احسن وافضل يعني. طيب نقول انت المواهب الصغيره، تمام، احنا كده عرفنا المواهب الشباب، تمام، اللي هو زي الطفل الصغير اللي بيطلع في يعني تدعم الاهالي بايه؟ كلمة منك انت الاهالي، الاب اللي شايف في ابنه موهبة او الاخ اللي شايف في اخوه الاصغر منه موهبة، ندعم، تحب تقول له ايه؟ ندعم، اقول للاب لو انت شايف ابنك بالفعل عنده موهبة، تمام، فانت الاحسن والافضل ما تسكتش على ابنك، لان هو كده ليه مستقبل في الحياة، فيعني ان انت ممكن تطلع بيه على قناة، تطلع بيه على يعني بحيث الجمهور يعرفه والناس تعرفه. تقبل الناس ليك في بلدك بعد تمثيل الدور؟ والله كان وانا وماشي كده يا فنان يا فنان، حتى لغايه هذا الان الناس كانت مبسوطه جدا يعني، انها احنا زي ما قلت لحضرتك انا من قريه اسمها شيخ رحومه تبع طه سوهاج، فالناس يعني مستغربه على بس كانوا مبسوطين، قالوا ان احنا بس هي جيت معاك صدفه، انت يعني ما تعبتش في تجهيزها؟ لا انا ما تعبتش، لان انا عندي الموهبه، واهم حاجه حضرتك ان انا يكون عندي الموهبه ان انا اطلع بدور، اعرف اطلع بالدور بتاعي وان انا اظبط الدور بتاعي بمعنى الاصح، تمام. لكن الناس جدا كانت مبسوطه، وانا الحمد لله والشكر ليك يا رب محبوب يعني في البلد، والحمد لله من الصغير والكبير، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. ربنا يوفقك يا استاذ هاني يا رب، وان شاء الله, اسعى لحلمك تلاقيه قدامك باذن الله وباراده الله ان شاء الله. وكنتم معنا أعزائي المشاهدين في الفقرة الثانية لبرنامج اكتشاف، وفاصل ونعود للفقرة الثالثة.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. احنا في الفقره الثالثه دلوقتي. المفروض كان يبقى ما في معانا ضيف او ضيفه بمعنى اصح هي وبنتها، بس اتاخروا او راحوا المواصلات وكده، وزحمه المواصلات اتاخروا. فاحنا هنحكي القصه شفوي. قصه النهارده بتتكلم عن موضوع كان عباره عن شجار وادى للقتل. موضوع يعني في كل الاتجاهات. انا كنت يوم الثلاث اللي فات في بني سويف، فلقيت حد بيكلمني بيقول يا استاذه في هنا قضيه قتل، فحبيت اعرف ايه يعني من باب الفضول او اعرف في اي مساعده اقدر اساعدهم فيها. فاضطريت ان انا اروح واشوف ايه في ايه، بالذات ان هم قالوا ان الحد ده يعني قريب جدا. فروحت عشان اشوف اعزي والد المتوفي وبسمع من اهله. فالحكايه كالتالي: كان موضوع شجار بين واحد غفير وبين حد من الاهالي، والشجار كبر منهم فادى للقتيل زق اللي هو الغفير، تمام؟ فلما زقه وقع او اتشجروا مع بعض فكسر دراعه، وبعد كده ابتدت التالي ان هو يروح يبعت اللي هو القتيل يبعت ناس عشان تصلح الموضوع، فالموضوع ما اتصلحش، وناس ياما جريت في الموضوع عشان الموضوع يتصلح، فالموضوع ما اتصلحش. فجي الغفير اخد اهله ودخل على القتيل في قهوته وفي شغله الساعه 3 بالليل، وبعد كده طلع يجري ورا منه بره الشارع هو واخواته، وكانت النتيجه طلقه في قلب القهوجي أدت لحياته للموت. هو ده نتيجة الشجار، هو ده نتيجة إن أنا بسكت. يعني هو الحكاية كلها عبارة عن شجار على 100 جنيه، مش على حاجة. يعني الشجار على 100 جنيه، هات 100 جنيه، لا مفيش 100 جنيه، طب أنت عايز 100 جنيه ليه؟ لا هتجيبها وخلاص. إحنا المفروض الناس تهدى. يعني موضوع زي ده ما كانش يستحمل ان الموضوع موضوع زي ده يعني ما كانش يتتالى لحد ما يوصل للقتل. يعني الموضوع كان يتحل زي ما بيقولوا في قعده عرب. انت غلطت فيا، انا غلطت فيك، خلصت في قعده عرب. انما احنا دلوقتي يعني الناس بقت بتمسك لبعض على الواحدة ليه؟ تمسكوا لبعض على الواحدة ليه؟ لما يعني انت جيت استفدت ايه؟ كان الموضوع في اول الموضوع كنت عايز 100 جنيه، بعد كده الموضوع تتالى. طب الناس اللي داخله في النص تصلح دي فين؟ طب الناس اللي داخله في النص دي ليه ما خلصتوش الموضوع؟ يعني سكتوا وكل واحد فيكم يعني قال من ناحيته يلا هيصطلحوا يلا هيصطلحوا، والاخر تطور الموضوع لجريمه قتل كده. بيتين اتقفلوا، اللي هو القاتل والقتيل. هو القاتل ده اللي انا رحت سولت ليه نفسي وقتلته، تمام؟ اللي قتل ده اخره ايه؟ هياخد اعدام. ما خدش اعدام، هياخد حكم مشدد. اخره ايه كده؟ ولاده تيتموا، بيته اتقفل اتخرب. ده بالنسبه للقاتل. برضو القتيل راح شهيد عند الله، ربنا صبر امه واهله، ده قتيل. روح زهقت، القتيل راح شهيد عند الله. في فرق بين الاثنين. شهيد عند ربنا. غير كده عنده بنت اتيتمت، تمام، وعنده زوجه اترملت، وعنده اخت، وعنده اخ، وعنده ام، وعنده اب. فليه؟ ليه الموضوع من أصله؟ فتحلوا بالصبر، بدل ما بتبصوا لبعض جوه وتقفوا لبعض على الوحدة، بصوا على الحدود شوفوا عليها إيه، بصوا للجيش المصري شوفوا هو بيتعب قد إيه عشان يوفر لكم الأمان، وانتوا أصلا جوه بتاكلوا في بعض. فين دعمكم للجيش المصري؟ ادعموه بالكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة ترفع من روحه المعنوية. يعني ايه انا يبقى عندي اخويا ولا ابويا ولا ابن خالي ولا ابن عمي واقف على الحدود يحميني
ويحمي اللي جنب مني واللي جنب مني، ويحمي بلد ويحمي محافظة ويحمي جمهورية، وحضراتكم جوا بتجتلوا في بعض. بصوا الحتة زي دي، بصوا الحتة زي دي، اتجوا الله. ايه يعني مشاجرة لو على ولد لو على فلوس؟ ومشاجرة الاولاد اكتر. تلاقي اتنين مثلا بيلعبوا مع بعض في المدرسة مع بعض، ويجروا الاهالي الكبيرة لبعضها، والاهالي الكبيرة تقع في مشاكل، والاخر تلاقوا الولاد برضو بيلعبوا مع بعض. تحلوا بالصبر، تحلوا بالصبر. اعزائي المشاهدين، اتمنى ان الحلقة تكون نالت اعجابكم، واشوفكم يوم الاثنين الجاي مع برنامج اكتشاف.